الأولى أن تكون صالحة ذات دين المرأة، لتكون الحياة طيبة والعيش طيبا مع المرأة، وليدوم هذا العقد لابد أن تكون هذه المرأة التي تنكحها صالحة ذات دين. فهذا هو الأصل، هذا هو الأصل الأساس، فاظفر بذات الدين تربت يداك، فهذا هو الأصل. وبه ينبغي أن يقع الاعتناء عندما يريد أن يتزوج إنسان، ينبغي أن يقع الاعتناء على هذا، أن يبحث عن ذات الدين، هذا الأصل. نعم، لأن أكثر الشباب يتركون شأن الدين جانبا، يبحثون عن الجمال. نعم، ثم إن كانت دينة فبها، ما كانت دينة لك تصير في المستقبل تصلح أحوالها. نعم، ربما الآن كان السافرة أهلها يقولون هي مثل العجينة، نعم تتستر وتتحجب عندك، إياك أن تصدق هذا الكلام. بعد أن تتزوج بها تقول لها تعالي إلى الحجاب، تقول أنت هكذا تزوجتني أنا ما بغير. نعم، قال فإنها إن كانت ضعيفة الدين في صيانة نفسها وفرجها، أزرت بزوجها وسودت بين الناس وجهه، وما أكثر الرجال الذين سودت وجوههم بسبب نسائهم، وشوشت بالغيرة قلبه، ما عند دين، قلبه دائما مشوش، يخاف إن ذهبت إلى بيت أخي أن يكلمها أخوه، وإن ذهبت إلى أن تشتري ربما تضحك مع هذا وتتبسم لهذا. نعم، وشوشت بالغيرة قلبه وتنغص بذلك عيشه، فإن سلك سبيل الحمية والغيرة لم يزل في بلاء ومحنة. يكون عنده غيرة وحمية دائما يتخاصم مع الناس، انت حكيت ما قلتي، لا زوجتك هي التي تكلمت معي، بلاء دائم في حياته، لم يزل في بلاء ومحنة. وإن سلك سبيل التساهل، وهذا أكثر الناس يصنعون ويتساهلون في الأمر، نعم يعني كل من مد يده ليصافحها تصافحه، كل من تبسم لها من الرجال تتبسم له وتكلم هذا، والعياذ بالله. كان متهاونا بدينه وعرضه ومنسوبا إلى قلة الأنفة والحمية. شوف انظر إلى البلاء العظيم بالزواج من امرأة ليست ذات دين. قال وإذا كانت مع الفساد، مع فساد، إذا كانت جميلة نسأل الله السلامة، كان بلاؤها أشد، كان البلاء أشد والعياذ بالله. إذ يشق على الزوج مفارقتها، عندها فساد وجميلة يخاف عليها، فلا يصبر عنها ولا يصبر عليها، ويكون كالذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لي امرأة لا ترد يد لامس، والعياذ بالله. قال طلقها، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له طلقها، فقال إني أحبها، قال إني أحبها، قال أمسكها. نعم، يقول هنا في التعليق واختلفوا في معنى لا ترد يد لامس، وغالبهم على أنه دال على فجورها، على فجورها الغالب قالوا، وبعضهم قالوا وكناية عن بذل الطعام، ونقل نعم نقل ذاك على الحافظ ابن كثير قال حمل اللمس على أو حمل اللمس على الزينة بعيد جدا، والأقرب حمله على أن الزوجة فهم منها أنها لا ترد من أراد منها السوء، لا أنه تحقق وقوع ذلك منها، بل ظهر له ذلك بقرائن، فأرشده الشارع إلى مفارقتها احتياطا، أنه امرأة فاسدة والعياذ بالله. فلما أعلمه أنه لا يقدر على فراقها لمحبته لها وأنه لا يصبر على ذلك، رخص له في إبقائها، لأن محبته لها متحققة ووقوع الفاحشة منها متوهم. يقول وإنما أمره بإمساكها، لماذا أمره بإمساكها؟ ما قال إني أحبها، قال خوفا علي بأنه إن طلقها أتبعها نفسه
وفسد هو أيضا معها. نسأل الله تعالى السلامة. كم من إنسان يعني والعياذ بالله، وما أكثر هذا، يعني عنده امرأة ويتواصل مع غيرها، كما ذكر لنا سيدي الشيخ حمدي عرابي، نعم، أن امرأة أراد أن يخطبها فأبى أهلها، فقالت له يعني ما وصلت إلي في الحلال آتيك من غير هذا، والعياذ بالله. شيخنا الشيخ حمدي عرابي عرض قال لي عرضت للامتحانات كلها، فبعدما نجحت بالامتحانات كلها ربي عز وجل أعطاني باب الكشف وجاءت الولاية. قال لي امتحنت بالنساء، امتحنت بقوتي، امتحنت بالمال، قال مرت بهذه الامتحانات كلها، بعد ما نجحت بهذا كشف له الأمر. نعم، وأول كشف جاءه هنا عن مقام سيدنا يحيى الحصور عليه الصلاة والسلام. كان له قريب، شيخ حمدي كان له قريب، كل يوم هذا قريبه عنده ورد بالاستهزاء بالشيخ حمدي، كل يوم عندما يخرج من الضحى يلقاه في الحريقة، فهذا قريبه يهزأ به، لو لازلت تخلط على الناس، ورده ورد قريب الشيخ حمدي هذا، لازلت تخلط على الناس، لازلت. قال صبرت علي في يوم من الأيام، وأنا هنا أول قال كشف جاءني وأنا قاعد في مجلس الذكر، الله كشف لي عن هذا القريب على سطح بناء وبيده أخذ امرأة يريد أن يعتدي على عرضها، وزوجها زوج هذه المرأة من الأقوياء مفتل شواربه. نعم، قال خرجت من الجامع الأموي لقيته في الحريقة. نعم، فقال لو لازلت تخلط على الناس، فقال له وينك، أنا ما عم بخلط على الناس، أنت البارحة إيش كنت تصنع مع زوجة فلان على سطح البناء، وضع يده على فمي، قال له استرني، قال له أنا ما نشرت هذا في الجرائد. نعم، ما نشرت هذا في الجرائد، لكن عم خبرك أنني لست بخلاط. سبحان الله، وقال وكان هذا الكشف سببا لتوبة هذا الرجل. هذا الرجل قال هذا عبد، وهو قاعد في الجامع ربي أراه، نعم، كشف له عني، كيف رب العزة والجلال يراني، فتاب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، نسأل الله أن يحفظنا بحفظه. قال وإنما أمر بإمساكها خوفا علي بأنه إن طلقها أتبعها نفسه وفسد هو أيضا معها. نسأل الله تعالى السلامة.